تعرضت لواحد النصب والاحتيال. النصب والاحتيال هو السيده على حساب بغيت ندفع الفيزا، سبق لي دفعت ثلاثه الفيزا ثم كيرفضوا لي، وديجا كانوا عندي فيزا. هاد السيده صيفطوني عندها شي ديال الناس مدينه طنجه عندها بيرو في النجمه، ومشيت عندها ديس باسابورتي ديالها ولا قبل جلس معها في بيرو ديالها، وقالت لي وحكيت لها المشكل ديالي اللي كيرفضوا لي ثلاثه الفيزات. قالت لي لا بغيتي الفيزا ديالك جيب لي باسابورتي والوراق، وعن دخلك الملحقه ديال اسبانيول والملحقه ديال اسبانيول وعتعرف الفيزا ديالك عندك. تفاهمت معها على مقابل 50000 درهم، وانا عندي الوريقات ديالي وعندي باسابورتي، علاش رفضوا لي المره الاولى والثانيه والثالثه في عام واحد؟ تفاهمت معها 50000 درهم، قالت لي جيب لي باسابورتي. تلاقيتها نهار 20/6 محل في المكتب ديالها. نهار 20/6 قلت لها صافي اوكي. ديجا تاتني ثلاث ايام جمعت الدوسي ديالي، جبت باسابورتي ديالي، عندي واحد قديم واحد جديد اللي فيه فيزات وواحد بلا فيزات. جبت لها الوراق، جبت لها باسابورتي ديالي من المكتب ديالها، البصمات ديالك وتصور في الملحقه. قلت لها اوكي. جيت انا تيت الدوسي ديالها، مشات تيت المسائل، خرجنا قالت لي تسبق لي 30000 درهم. انا شبرت تيت 30000 درهم حيت فوس المكتب ديالها. السيده ماشي في الزنقه تلاقيتها، في المكتب ديالها تيت 30000 درهم. خرجت معها قالت لي صافي غدا تلاقاني ان شاء الله في ملحقه القنصليه ديال اسبانيول. تلاقيتها حدا باب ملحقه اسبانيول في واحده ونص. بقيت واقف انا في الزنقه كنستناها هي دخلت الملحقه في وسط القنصل. كما سمعتوا اخوتي المغاربه والجاليه المغربيه في كل مكان، سلام الله عليكم وتحيه طيبه للجميع. هذا السيد مسكين من الناس اللي ما عندهم ما ياكلوا وعايشين الفقر في المغرب. مشات له عطى 5 مليون 50000 درهم بيده بالي من اجل الفيزا ديال اوروبا، لانه عيام يدفع الفيزا وما جابش الله، واضطر على انه يعني يدفع لهذ السيده باش تخرج له الفيزا. ولكن تفاجأ على انه وقع شي حاجه وما خرجاتش الفيزا ديالو، تنصب عليه ب 5 مليون. ودابا يعني كيوجه رساله للمغاربه يحذرهم من هذه العمليات ديال النصب. هنا السؤال ديالي المطروح، يعني ما دام هذا السيد عنده غير المبلغ ديال 50000 درهم، واش هذا السيد حتى هو كيعيش الفقر في المغرب وباغي يجي لاوروبا؟ ما كنهضروش على هذا السيد بالضبط، كنهضروا بصفه عامه، وانتم جاوبونا. يعني واش ناس يعني بحال هادو حتى هما عايشين الفقر، وما دام عندك 50000 درهم او 100000 درهم او 150000 درهم، واش وما دام انك كتدفع الفيزا، اذا باش تعطيوك الفيزا فراه انت يعني مدور الحركه بخير. اذا هنا بقات القضيه ماشي ديال الفقر، ها انا القضيه تختلف. ما دام عندك هاد المبالغ هادو اذا انت عايش بخير. المهم كملوا معايا ونمشيو للتفاصيل. تلاقيت حدا باب الملحقه اسبانيول في واحده ونص. بقيت واقف انا في الزنقه كنستناها هي دخلت الملحقه في وسط القنصل. دخلت عند الناس ديالها اللي تفاهمت معاهم، بقات ربع ساعه عيطت لي. هذيك ربع ساعه اللي عيطت لي قالت لي دخل ديريكت للبصامات. جبرت انا دخلت باب الملحقه في وسط المؤسسه، دخلت نعمل البصامات ديالي ديريكت عند السيد، قلت له من طرف فلان، هي سمات لي قالت تقول من طرف فلان. دخلت عند هذاك السيد اللي كيعمل البصامات، قلت له انا صردني عندك من طرف فلان، قال لي مرحبا تفضل. بقيت معاه شي 5 دقائق. كاميرات كاين عند الملحقه، مؤسسه، كل شيء كيشوف امام الناس كاملين. جلست هذاك السيد جلسني بحال هيدا، عمل لي بصمات ديالي، بصمات صورني كذا صافي، عملت اي حاجه في وسط الملحقه. قلت له اعطيني التوصيل ديالي، قال لي عتجبرو عند هذاك السيد اللي صردك عندي. قلت له صافي. انا شبرت خرجت، جبرت السيده كتسناني حدا باب الملحقه القنصليه الاسبانيه، قالت لي عملتي بصمات، قلت لها انا عملت بصمات، قالت لي عطيني اللي باقي لي. كتبقى كتسلي 20000 درهم. شبرت عطيتها لها. شبرت 20000 درهم، قالت لي منها 25 يوم عاد تجبر باسابورتي ديالك فيه 25 يوم عاد تجبر باسابورتي فيه عام الفيزا. قلت لها صافي. 25/6 24/6 جازت عليا هذاك الشهر، عيطت لها قلت لها فاين؟ قالت لي دابا راه الصيفيه عاملين كونجي كذا، باقي ما ردوش على الناس، الناس ملحقه جالسين. قلت ماشي مشكله. بقيت كنستناها، عيطت لها اليوم غدا بعدو كتكذب عليا. بقيت كاملين الناس جبروا باسابورتي ديالهم. كنعيط لها، بقيت اليوم كنعيط لها، غدا كنعيط لها، قلت لها الناس جاوبوهم كذا، فين هو باسابورتي ديالي؟ كتكذب عليا. اضطريت انا شبرت لاكارت ديالي، طلعت من الملحقه ديال اسبانيول، دخلت عند المدير الملحقه، دخلت عنده.
قال لي شنو وقال؟ قلت له السي اسمح لي رانا دفعت 24 في 6 دابا بغيت نشوف انا الباسبور ديالي فين هما. جا هو قال لي ترى لاكارت ديالك، تيتو لاكارت ديالي مو درت الملحقه ضرب هيدا، قال لي راه السميه ديالك راه ما كايناش. قال لي ما يدخلتي؟ قلت له راه دخلت 24 في 6 دخلت مع هاد الباب هادي وعملوا لي باصامات هنايا. قال لي شكون السيد اللي عمل لك باصامات؟ جمع هذيك الناس كاملين. قلت له اللي عمل لي باصامات السيد اللي عمل لي باصامات راه هو كاين في وسط الملحقه. جا هو قال لي كيفاش عملتي زعما هاد الناس اللي داخلوا؟ قلت له انا دخل قلت له حساب السميه فلان عمل لي باصامات. قال لي راه هادشي هذا راه ما كاين والو منه هنايا. السيده قال لي تيني نمره السيده عيط لها قال لها ما يجي راه السيد واش جبتي نكراتو ونكرتني تايا انا. الساعة المدير د الملحقة قال لي تمشي عند وكيل العام تعمل الشكاية ديالك بهاد الناس هادو، وأنا اليوم مشيت عند وكيل الملك عملت شكاية بالنص والاحتيال. هاد السيدة هادي راه دات لي جوج باسابورت ديالي و 50000 درهم ديالي، وأنا كنتجه للسلطة المحلية راه طلبت كنطلب الحقوق ديالي باسابورت ديالي ورزقو يرجع لي، وكنطلب مواطنين المغاربة ردوا بالهم راه كاين نصابات هادشي ديال الفيزات أخوتي ردوا بالكم بزاف بزاف. راه نعم وقع لي الناس راه في وسط الملحقه في وسط المؤسسه راه عملت بصامات وتصورت وكل شيء، واضطريت للنصب الاحتيال للسيده اللي نصبت عليا. السيد كيتهم السيده بالنصب والاحتيال، مشات له 50000 درهم 5 ديال مليون مغربيه، مشاو له يعني الوثائق ديالو منهم جواز السفر، مشالو كل شيء، لا فيزا لا فلوس لا جوازات السفر لا والو. هادشي هذا كامل عاود غادي نرجعوا للموضوع ديالنا يعني من اجل الوصول الى اوروبا يعني. وهذا جوابا على الناس اللي كتقول باللي المغرب يعني ما فيه والو، كاين غير الفقر والمجاعه، كاين وقيل اللي غادي يقول كاين حتى الحرب. دابا هذا السيد وهذا السيد بور سوبوست حتى هو راه متهم يعني بالرشوه، اذا ما نكونش غلط نو يعني. هذا السيد مادام هو يعني صرح يعني بلسانه كيقول عطيت 50000 درهم يعني حتى هنا كاين العمليه ديال الرشوه. المهم هذا ماشي هو الموضوع ديالنا، الموضوع وهو يعني هذا السيد بحال هذا، ما كنهضرش على هذا السيد هذا بالضبط، كنهضر على كاينين عداد يعني من الناس بحال هادو اللي كيكونوا بالعمل ديالهم قار، ما كتكونش القناعه. ما كنهضروش على هذا السيد، كنهضروا على كاين بزاف يعني من الناس بحال هادو كيكونوا خدامين بكل شيء ديالهم، كيسمحوا في كل شيء، كيضربوا كل شيء في الزيرو بالي، كيجيو لهنا. غادي نرجع للموضوع ديال البارح اللي جبته بسبب ديال داك الوليدات اللي كيرسلوا لي الناس اخوان من سبته، وكنشكرهم من هذا المنبر، كيرسلوا لي داك الفيديوهات واللي كيكونوا مصورينهم هما بيدهم، كيكونوا مساكن غير دايزين هذا، وكتجيبهم الصدفه وكيصوروا داك الفيديوهات وكيرسلوهم يقولوا لي خي عثمان هضر عليهم الله يرحم الوالدين، راه الوليدات كيموتوا وشنو كيجيو يعملوا هنا، وخصوصا بعدا في السبته. يعني السبته كاين كيقول لي راه الناس في السبته هما سبتاوانيت وما لاقينش الخدمه، يعني داك الوليدات وصغار واللي حتى علاقه بالخدمه، وليدات كاينه صغار عندهم 15 14 عام، اي مستقبل يعني كيقلبوا عليه الوليدات عندهم 14 15 عام، وللاسف كتلقى الناس كيدافعوا كيقول لك لا خليهم يدبروا على راسهم، وخليهم يدبروا على الموت ماشي على راسهم. وراك انت كتشوف كل نهار كيجبدوا واحد جوج ثلاثه كل نهار، وكل نهار تقريبا كيخرج واحد مصيب يعني في شواطئ تطوان بالي. مؤخرا عاد جبدوا واحد من مرتيل، ومؤخرا عاد شفت واحد السيد علق واحد من الجديده عاوتاني دخل باقي هذا، دخلت كاين واحد الحوار، دخلت الاخت ديالو كتقول له هذا الاخ ديالي. يعني كنشوفوا هذا الشيء هذا كامل، هذه الكوارث هذه كامله، والناس باقا كتدافع. يعني كتشوف وليدات كيموتوا في البحر يوميا وخصك تسكت، والجواب ديالهم انت اش كتعمل تما، انت هبط بحالك. وعييت ما نوضح باللي انا راه حتى علاقه لا انا ولا بزاف ديال الناس حتى علاقه، وخصوصا انا عييت ما نقول لكم انا العمل ديالي مستقل، انا العمل ديالي حر يعني فين ما مشيت نعيش. والظروف دابا في هذا الوقت ما ربما يعني مستقبل في المستقبل القريب يعني حتى انا نهبط بحالي، ولكن الظروف ديالي بحكم الوليدات يعني كيقراو شي في الجامعه شي باقي في الباك شي باقي في هذا، داك الشيء مخربق ماشي بالسهوله. ولكن دا كان عليا انا نهبط بحالي، راه نهبط بحالي من اليوم قبل غدا، كاين شي ظروف هي ظروف عائليه اجتماعيه يعني ما تخلي لي لا انا ولا بزاف ديال الناس يرجعوا بحالهم بالي. وماشي بالسهل حتى هذاك، وحتى بحال هذا الانسان هذا مثلا اذا كان خرجت له داك الفيزا غادي يجي لهنا وما غاديش يقدر يرجع بحاله. علاش؟
لان اللي خسر 5 اللي خسر 10 اللي خسر 15، فراه ماشي بسهل خسر هذا المبلغ المالي الكبير اللي صافي مشى، يعني ما هو بفلوسه ما هو بهنا غادي يجي هنا ما غاديش يقدر يرجع بحاله، فهنا كيبقى مسكين يتحارب ويتعذب، وهذا ما ربما تخرج له مزيان ما ربما لا. واش تفهمنا؟ واليوم ان شاء الله نفتحوا مباشر ونزيد ونوضحوا هاد الحوايج. واش دابا السؤال اللي غادي نطرح عليك انا وغادي نكملوا على التصريح ديال هذا السيد هذا، واش كتضمنوا؟ واش كتضمنوا يعني حاليا حاليا ما ترجعوش بيا للوراء ان اوروبا تسهل انك تخلص عليها 5 ولا 10 ولا 15 وتجي هنا؟ يعني ناس بحال هادو خصوصا اللي كيجيو بالعائلات ديالهم شنو كيجيو يعملوا؟ كيجيو اول حاجه كيدخلوا، انا شوف انا ما كنهضرش على شي واحد هيدا كان، يعني كنوجه يعني الرساله ديالي، انا الرساله ديالي يعني للعموم، يعني الاغلبيه ديال هاد الناس تقول لي شي العائله غادي تجي عند العائله ولا غادي تجي لفندق ولا هذا نو، اغلبيه ديال العائله، لان العائله ماشي تقول العائله ما تهزكش، واش انت العائله هنا يعني انتم عارفين الديار هنا، غادي يجي شي واحد مثلا هو ولاده ولا هذا يجي عند عائله، واش عائله ما انت بيدك انت اللي غادي تقول لي لا ولا انت بيدك راه ما تهزش عائله، شحال غادي تهز عائله؟ اسبوع اسبوعين شهر شهرين ثلاث شهور، حنا كنهضروا على الدوام، على الدوام يوميا مالي، ونكونوا واقعيين وحقانيين، واش عائله غادي تهزك الى الابد انت وليداتك؟ لا، يعني هنا كتجي كتدخل للدار ديال الاوكوباس مالي، الدار ديال الاوكوباس، ومن تما كيبدا التكرفيس، كتبقى انت في داك الدار ديال الاوكوباس، يعني ما عايش الاستقرار، ما عايش يعني ما كاينش راحه البال، يعني اذا كانوا الوليدات ديالك صغار وللاسف شي بعض المرات والاغلبيه كينتهي بهم الامر انهم كيمشيو للسنتر، وهذه بعدا هي الاولى فالي، ذاك الساعه نشوفوا واش انت يعني شي صنايعي ولا تبقى تمشي تضرب تشابوسه ولا لا فالي، ذاك الساعه كتمشي السوسيال كتبقى هذا صافي، كتكون يعني انت مستقر في بلادك، كنهضروا مثلا دابا على هذا النوع ديال هاد الناس، واذا غادي تمشي لي لا ومشي كاينه شي مناطق ديال الاطلس ولا هذا، انا نقول لك يعني في اي دوله عاوتاني كاينه جهات اللي فيهم الفقر وكاينه جهات يعني اللي فيهم اللي الحياه شويه مروجه بالي، وعطيتكم امثله البارح، يعني برشلونه ماشي هي اللي خيدو ولا هي خاينه ولا هي اكستريمادورا ولا هذا، يعني حتى هاد الناس ديال هاد المناطق حتى هما كيهاجرون هنا وكيهاجرون مدريد كما وقع عندنا في المغرب، يعني الناس ديال شي مناطق كيهاجروا كازا وطنجة ومراكش وهكذا جعل ربي الدنيا، وما يمكنش يكون كلشي غني وكلشي بخير وكلشي عايش الرفاهيه، واش فهمنا؟ الحياه هكذا تعملت، هذه هي السنه ديال الحياه. بالي نكملوا التصريح ديال السيد، وهذا الموضوع غادي نرجعوا له ان شاء الله يعني في مباشرات، وانتوما يعني تدخلوا في مكالمات وتعطيونا الاراء ديالكم، يعني حسن بالي كاين بزاف ما يتقال في هذا الموضوع، تقول لي قبل نقول لك اه، تقول لي دابا لا، وانا اليوم راه دابا راه غادي نمشيو للمانيفيستاسيون بالي ديال التدني، يعني المنظومه الصحيه هنا في اسبانيا مع اسبان، وانا نشر لكم فيديو بالي، الناس اللي كتقول ولا الصحه القطاع الصحي وهذا نو، ما بقاش هذا الشيء كان الخوت. المهم انا ما نطولش عليكم بزاف بالي، تهلاونا في راسكم، نهاركم مبروك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واعطيونا الاراء ديالكم فيما يتعلق يعني بهذه الرساله ديال هذا السيد اللي كيحضر الناس، يعني من هاد الناس اللي كيشبروا الرشاوي باش يعدلوا الفيزات فالي. دابا هذا السيد هذا كيبان لي انه انسان يعني ميسور ما عندوش وما خصوش فالي، مشى غامر بهاد الفلوس اللي كان يقدر يعمل بهم شي حاجه فالي، اذا مادام انت عندك هاد المبالغ هذه ما كنهضرش على هذا السيد، اي واحد عنده مبلغ ديال 10 5 15 اذا ما عايشش المجاعه ما عايشش الفقر، هذا جواب على الناس اللي كتقول لي والناس عايشه ما عندها ما تاكل، وانت ما عندك ما تاكل وانت موفر 5 10 15 ديال المليون ها. المهم ما نطولش بوركي سينو ما غاديش يتسالوا، تهلاونا في راسكم والسلام عليكم.